السلام عليكم البنات عواش مبروكة ان شاء الله بالصحه والسلامه باش تمنيتو اليوم ان شاء الله غندير معكم هاد الوصفه ديال المسمن في الفران بالنسبه ليا هذه احسن وصفه ديال المسمن كندير في الفران بطبيعه الحال تقدروا ديروه حتى في المقلاة ماشي مشكل لحقاش هاد العجينة باس بارتو تقدروا ديروها في أي حاجة سواء في المسمن عامر في المسمن خاوي فاش ما بغيتو وصفة رائعة رائعة جدا والحشوات ديالها جداد وزوينين وما يعني ما معروفينش هاد الحشوات هادو بالنسبة لهاد الوصفة ديال المسمن والطريقة الطريقه باش كنورقهم راه ديجا درتهم معكم شحال هادي في اليوتيوب ولكن عاودتهم معكم اليوم باش يستافدوا البنات الجداد بسم الله غنبداو با بالوصفه هنا عندي اه واحد الخليط ديال 400 غرام حتى ل 600 غرام ديال الفينو مع 200 غرام ولا 300 غرام ديال الفورس اختاروا نتوما الكميه اللي كتناسبكم عندي عجنته اه في الثيرموميكس على اه 8 ديال دقائق بالعجانه نتوما تقدروا تعجنوه غير بيدكم ماشي مشكل درت معاه واحد الخميره حمراء والملحه وعجنته بالمدافي دافي و... وصافي هذا الشيء اللي فيه ودرت فيه واحد المعلقه صغيره ديال السمن كتعطي واحد اللذه زوينه غير جربوها البنات هنا أه عبرت العجينه ديالي وعاودت قسمتها على ثلاثه ديال الرغيفات او ثلاثه ديال الكرات كبار كندوزهم في الزيت وغادي نغطيهم يرتاحوا بالنسبه للتوريق ديالهم عندي الزبده حيوانيه عندي هنايا الخليط ديال الفينو مع المايزينا اللي كنزيد فيه اه واحد الخماره حمراء كنديروا كاس الفينو كاس ديال المايزينا وكاس ديال بودره اللوز وواحد الخماره صافي كنخلطوا هذا الشيء كامل وكنحتفظوا به حيت هو باش غادي نورقوا المسمن ديالنا هاد الخلطه البنات راه درتها معكم في الملوي شحال هادي اللي كيطيب في المقله كيجي كي رائع أه بالنسبه لهاد الرغايف راهم زوينين والطريقه زوينه وسهله هنا شديت المسمنه الاولى أو اولا الكره الاولى ديال العجينه طلقتها مزيان مزيان مزيان, مزيان. كتحاولوا البنات ترققوها قد يعني قدر الامكان لحقاش غادي غادي نتنيوها بزاف ديال المرات ما خصهاش تجي تجي العجينه لداخل مدقصه خصها تجي فويتي بحال لاباط فويتي أه صافي هنايا كنحاول انني ندهن بالزبده بومات يعني بلا ما ذوبوها من الاحسن ديروها ختموا بها بحال هكا ورا ما كتقطع العجينه ما حتى شي حاجه العجينه زوينه بزاف غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف آه كيف كتشوفوا الرخامه آه راه كتبان يعني العجينه الرقيقه بزاف كندهنو آه مزيان بالزبده وكنسبودغيو دغيو بلا بودغ داموند آه اولا دي التخليطه ديال لا بودغ داموند وكنتنيو كنتنيو المره الاولى كنجيبو النصف الفوقاني بحال بحال كنبغيو نديرو رغيفه العاديه وبالنسبه لهذا الفيديو البنات يقدر يجيكم شويه طويل ولكن حس بزاف البنات كيبقاو يسولوني في التعاليق كيفاش هذه ما بانتش هذه ما تصورتش هذه يعني حاولت هذا الفيديو بالضبط نديرو موضح صافي هنايا غادي نعاود نتنيها ثلاثه المرات يعني غادي نجيبها نتوما غادي تشوفوا الطريقه ديال ديال الترباع ديالها حيت الطريقه هي اللي كتعطينا ديك الفويطاج في في المسمن هنايا غادي نعاود ندير الزبده وندير لا بودغ داموند ونعاود نتني الجهه الاخرى في الوسط نجيبها للوسط بحال اللي كتشوفوا بحال هكا هاد هاد الطريقة البنات كتعطيكم نتيجة أحسن ونتيجة زوينة حنا كنديرو هادي يعني في مسمنات كبار ثلاثة أو لا ربعة مسمنات كبار وعاد كنخرجو منهم بزاف ديال المسمنات صغار بطريقة سهلة صافي بحال اللي كتشوفوا بحال هكا وكنكملوا اه الطريقه الكره الثانيه بنفس الطريقه غادي نعاودها معكم صافي كنساليو وكنحطوها ترتاح في واحد البلاطو اللي كنكونو دهنينو بشويه ديال الزيت صافي غنخليوها ترتاح ماشي مده طويله يعني واحد عشرة دقائق 15 عشر دقيقه كافيه نعاود معكم الثانيه كندهنوا سطح العمل بالزيت وكنطلقوا العجينه مزيان مزيان واخا تعوج مع الجناب ولا تجي قنت طالع وقنت نازل ماشي مشكل حيت كل شيء كيتجمع في الوسط في التالي وكتعطينا مسمنه كتكون مربعه بشكل زوين المهم في هذه الوصفه هي تطلقوا العجينه مزيان كيف كتشوفوا البنات نكملوا الطريقه ديال ديال الطليق فسمحوا لي الا جا الفيديو طويل ولكن فقط للاستفاده انا كتعرفوني ما كنديرش كاع لي فيديو طوالين ولكن هذا تعمدت انني نديرو الطويل حيت كنشوف بزاف ديال الوصفات ديال المسمن مي هذا معتمده وناجحه وزوينه غير جربوها على حسابي بحال دائما صافي كنعاودو نفس الطريقه ديال الزبده نحاولوا ندهنو كاع الجوانب بالزبده نكون نرشو بلا بودغ داموند ومع المايزينا ومع الفينو والخمارة كيف كتشوفوا هاد العجينه البنات وهاد هاد الطريقه كتقدو ديروها في مسمنة الفران كيفما ما كان يعني الحشوات ديال الخضره الحشوه المالحه يعني الا كانوا عندكم حشو حشوات ديال الكفته اي حاجه استعملوا هاد العجينه هادي باش كتعطيكم فريمون واحد الورقه غزاله احسن من الورقه ديال البسطيله ثقوا بيا البنات راه كنت خدمت معاكم شحال هادي هادي واحد عامين كنت درتها معاكم في اليوتيوب خدمت معاكم بالصيطيلات فاش كان الكونفينمون كنخدم معاكم بالصيطيلات بسطيلات بالكفته بالورقه بحال هاد الطريقه هادي كيجيو رائعين البنات بزاف البنات اللي كيجربوهم ومجربينهم ومعتمدينهم لحد الان فوالا البنات كنعاودو ندهنو بالزبده ونرشو بالفينو وبلا بودر داموند المهم الخليط العجيب ديالنا هذاك هو السر ديال التوريقه هو هذاك مع المايزينا ولا بودر داموند على فوا كيعطيك التقرميشه وكيعطيك الفويتاج وكيعطيك لو غوزوين يعني كلشي كتربحيه في هذيك التوريقه هذيك دول البنات هذه الوصفه وغادي تشكروني عليها صافي هنايا كنكمل سمحوا لي مره ثانيه انني طولت لا فيديو ولكن للضروره والبنات اللي كيبقاو يسولوا يعني ما يمكنش نبقى نجاوب كل وحده في لي كومونتير على السؤال ديالها فهنا حاولت انني نكون واضحه اكثر في هذا لا فيديو هذا بالنسبه لهاد العجينه البنات غادي نخرجوا منها ثلاثه البلاطوات الا كانوا جايين عندنا مثلا شي عراضه في رمضان ولا شي حاجه راه نقدروا نخرجوا منها ثلاثه البلاطوات ديال المسمن انا هنايا درت ثلاثه ديال المسمنات اولا ثلاثه ديال الكرات وهذوك الثلاثه هو هم اللي هما اللي غادي نخدم بحال اللي كتشوفوا فبالنسبه للحشوه ديال المسمن الاول هي حشوه ديال الفخوماج اي نوع ديال الفخوماج انا عندي هنايا واحد 8 ديال لافاش كيري تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج عندكم عندي آه معاهم واحد أربعة المعالق كبار ديال ديال الجبن ديال الدهن اي نوع من ديال هذوك ديال لي بواط وكنطلقهم بجوج معالق كبار حتى لثلاثة ديال لا كريم فريش هاد لا كريم فريش منها كتلقي به آه لي فروماج وكيعطيك واحد لا واحد آه واحد لا تيكستور رطبه يعني ما كت ما كيجيكش الفرماج معجن وسط الرغيفه هنايا ما خدمليش هذاك لو فوي بدلته جبت لا سباتيو وكملت آه خلطت بهذوك ثلاثه المعالق كبار حتى الاربعه ديال لا كريم فريش فكيف كتشوفوا كتجي بحال هكا العجين كيجي رطيطب ماشي يعني ما خصوش يكون ناشف خصو يكون بحال هكا رطب باش ما كيسحش لينا في, في وسط الرغيفه صافي وكنحطوه على جنب ونبداو الوصفه اولا الرغيفه الاولى هذاك المربع البنات اللي خدمنا في الاول كنجيبوه كنطلقوه بحال اللي كتشوفوا آه كيكون شويه رقيق وكنقطعوه بالجراره ديال ديال البيتزا او موس او اللي بغيتو فكيف كتشوفوا هنا ملي كنقطعوه وكنساليو ضروري كنعاودو نرشو بهذيك لابودغ علاش آه هذيك لابودغ كيف قلت لكم كتعطينا التوريقه وفي نفس الوقت ما كيتحلوش لينا ما كيتحلش لينا يعني ملي كنكمشوا الرغيفه من التحت ما كتحلش كتبقى مشدوده صافي وكنبقى نحط خليط الاجبان اللي عندي كنحطو كل رغيفه كنحطو فيها معلقه اللي بانت لينا صغيره راه كنديروا ليها شويه اللي بانت شويه كبيره كنديروا لها معلقه يعني اكبر وكنقطعوا كنقطعوا العجينه هكا اللي كتكون مع الجناب ولا شي حاجه كن كنصلحوها صافي بحال هكا وكنبداو نجمعوا الحشوه او الرغيفه على الحشوه ديالنا بالنسبه لهاد لهاد الجبن البنات راه كيجي غزال في الرغيف كيجي فن 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 والمذاق رائع وما عنده حتى شي يعني واخا تخبيوه في الفريغو ولا اي حاجه ما كاين حتى شي مشكل انا نيت في هذه الوصفه هذه ديال اليوم ف يعني رغيفه وحده كتخرج لك تقريبا شي 14 يعني رغيفه وحده كبيره كتخرج لك شي 14 ولا 15 الرغيفه صغيوره بحال اللي كتشوفوا التقنيه ديال اننا كنجمعوها من تحت كنطيبوا النص و النص في الفريغو اخضر يعني بلا طياب حتى وكنحتاجوه في رمضان ولا بلا رمضان وكنجبدوه وكنطيبوه هنا مني كان مني كان نجمعوها بحال هكا كنحطوها في شي طاوه ولا شي حاجه وكنكونوا مسخنين الفران على 250 درجه الفران تنسخنوه بواحد ربع ساعه قبل أه باش كيكون سخون مزيان مني كندخلوا له المسمنات ديالنا كنزلو درجه الحراره ل 200 باش ما لينا في, في الطياب هما هادو البنات شتي تخرجت لي تقريبا هنايا شي وقيلا شي 18 الوحده ولا شي حاجه بحال هكا فانا كنوريكم بغيتو صغيورين او كبار فهما بجوج بهم كيجيو زوينين كبيبرين راه ماشي كبابرين راه تقريبا هى ديال فيهم ديال العرق هنا كندهنهم شوية ديال الزيت كندخلوهم يطيبوا في الفران انا غنحتفظ بهم حتى ندير الحشوه الثانيه باش ندخل كل شيء الفرن في دقه واحده بالنسبه للحشوه الثانيه عندي هنايا واحد رابعه ديال اللوز ولا 200 غرام ديال اللوز لي مقشر أم حمر. كان اللي مقشر ومحمر كنهرمشو بحال هكا بالنسبه للبنات اللي غيسولوني في الثيرموميكس على هاد التهرميشه فكندير ليها 10 سكوند على فيتاس 6 كتعطيني هاد التهرميشه هادي كنجمعهم بواحد جوج ثلاثة لثلاثه المعلقات لتل اولا اربعه ديال النسلي هذه آه هاد الحشوه ما خصهاش تجي فازقه بنسلي لا خصها غير يعني غير تجمع ليا شويه داك اللوز وصافي نفس الطريقه اللي درنا في الجبن غادي نديروه في في اللوز يعني غادي نقطعوا مربعات اللي غادي نعمروا بهذا بالحشوه ديال اللوز هادو البنات كيجيو فنين وحسن حسن كاع من دوك الرغايف المقليين في الزيت ديال اللوز كتعرفوا رمضان كيكون الانسان صايم وما خصوش يبقى ياكل في داكشي المقلي بزاف فهادو كيجيو زوينين والبنايه سالم يعني ما نقول نقولكش شحال كيجيو بنانين هادو صافي كنعاود نرش تنقول لكم راه ضروري ترشوا بهاد بهاد لا هذه هادي كنعاودو نرشوا بها اه المسمنه ديالنا وكنحطوا معلقه ديال اه الحشوه في وسط الرغيفه هنايا البنات هاد الحشوه اه انا كنحاول انني ندير يعني هي شويه في الوسط باش ما كتجيش كثيره كثيره وكان اه وكن كنجمع الجناب ملي كنجمعو الجناب ديال الرغيفه في هذه الحشوه بالضبط كنقطعوا الشايط علاش باش ما تجيناش العجينه من التحت باينه ولا العجينه غالبه على اللوز خص دائما يبقى اللوز هو اللي هو اللي هو اللي غالب في في الرغيفه ديالنا بنفس الطريقه باش عقدنا أه الرغيفه ديال الجبن تنجمعوا حتى هادو فوالا البنات هنا كنحاول الا بانت لي العجينه زريده راه كنزولة كن كنزولها كنحيدها وبنفس الطريقه حتى هي كنجمعها هكا كيجيو بحال ديال اللوز رائعين شكلا ومذاقا البنات كيجيو غزالين صافي كنجمع بحال هكا وكنحطهم على جنب وكنكمل الوصفه ديالي أه بالنسبه لي انا هنا بانت لي شويه ديال بانت لي شويه الحشوه ديال اللوز ناقصه فانا كنقادها المهم البنات تبارك الله عليكم را كلكم كتعرفوا لهادشي عينكم ميزانكم بانت لكم العجينه قليله كديروا الحشوه قليله بانت لكم لاباط كبره كتزيدوا تكبروا لاباط تزيدوا تكتروا الحشوه باش تجي مقدم على بات غير هي خصهم يكونوا تقريبا قياس واحد صافي كنحاولوا نتكيو عليها بحال هكا من التحت ونديروا لها واحد مينيت قريصه من الفوق غير باش تقاد لينا صافي وكنكمل الباقي ديال الرغيفات هنا كيف كتشوفوا هادو ديال اللوز كيجيو بحال هكا مهبرين وغليوضين لحقاش فيهم حشوه اللوز واقفه بالنسبه لديال الفرماج راه تيجيو شي شويه رطيط بين حيتاش فيهم الجبن ولكن في الطياب راه كيتنفخوا كيجيو قياس واحد شكل واحد كيف غادي تشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هنا الرغيفه الثالثه هنا انا غير بغيت نوريكم الطريقه ديالي في الميني ملوي لحقاش كنشوف بزاف ديال الطرق ولكن هذه الصراحه سهله سهله بزاف وبنينه كتجي غزاله وكيجيو حلوين دوك المليويات فكتعرفوا كيكون بزاف ديال كما كتكون بزاف ديال ديال الاطباق في رمضان كنحاولوا نديروا كل شيء صغيور باش ما تشيطش باش ما تشيطش الحاجه وتبقى تضيع هنا بنفس الطريقه كندهن بالزبده مزيان مزيان حيث هاد الرغيفة الثالثة أنا ما غادي نعمرها حتى بشي حاجة غادي ندهن غير بالزبدة ونرش بالميلونج ديال ديال لي بودغ وغادي نشوف تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير المليويات هنا ديك الزلافه اللي خلطتها البنات في الاول يعني قياس عطاتني جاتني مقاده مع ثلاثه ديال ديال الملويات مع ثلاثه ديال العجينات وديال لي فارس كلشي جا مقد قد العجينه قد لابود قد لي فارس انا غنكتب لكم كل كلشي في صندوق الوصف باش حتى نتوما ما فشي حاجه صافي البنات هنا كنرقق هاد ال... هاد الرغيفه بالضبط كنرققها مزيان مزيان وكنقطع اشريطه بحال هكا صافي وكنبقى بقلوي. كنلويهم بحال هكا كيف كتشوفوا كنقطعهم طوال وكنبدا نلوي بحال كان كنجبد وكنلوي صافي أه باش كيعطوني داك الشكل ديال المليويات هنا إلى جاوني آه, آه يعني ميزاني إلى جاوني بحال هكا كبيبرين راه كنعاود نقسمهم بالموس في الوسط يعني هاد الملويه هادي اللي خرجت صغيره راه لا جاتني كبيره وبانت لي كبيره راه غادي نقطعها من الوسط ونخرج منها جوج ملويات يعني انا عندي هنا خمسه ديال الصفوفه الا جا كل صف خرجت منه جوج ملويات راه يعني خير وبركه غادي يعطيني واحد آه عشرة ولا ولا اكثر ديال الملويات صغارين ولا بناس انا غادي نمشي بحال هكا حتى نكمل المليويات ديالي كاملين هادو غادي نطيبهم في الفران ديال اللوز وديال الجبن كيف كتشوفو انا طيبت غير نص الكميه ما طيبتش كلشي راه خليت الاخرين في الفريكو والمليويات كيف كتشوفو انا هادوك المليويات منين تنيتهم جاي منين شي شويه عراض فانا عاود قطعتهم في الوسط باش يعطوني فريمون هاد لي ميني ميني ملوي صافي هادو ها نتوما طيبتهم في المقله قدامكم كيف كتشوفو أه ما كديروا لهم لا زبده لا زيت لا حاجه في الطياب غير كطيبوهم بحال هكا تكون العافيه متوسطه ماشي مجهده باش كياخذوا حقهم في الطياب وكيجيو محمرين وزوينين ها نتوما البنات كيف كتشوفوا كيجيو غزالين مع سيله هادو انا تعمدت نوريهم لكم في قلب الفران باش تشوفوا كيفاش كيتنفخوا ها هما ديال الجبن ما كيطرطقوا ما حتى كي شي حاجه وديال اللوز ما كيطرطقوا ما حتى شي حاجه بالنسبه للتقديم اولا بالنسبه للفينيسيون ديال رغيفات اللوز كندهنهم بنسلي ما كنديرش لهم العسل كنبغي نحافظ على المذاق اللي فيهم الداخل هو نيت اللي يكون برا بلا ما نديروا العسل فوق ونيسلي لداخل خليو شويه المذاق هو هو هنا انا كنحاول انني غير نقطر فوق منهم نسلي حيت فريمون راه ما تتقضوش الا دوزتو الشيت هكا يعني كثيره من الاول راه ليهم ديك القشره الفوقانيه لحقاش رطبين بزاف وكروستيون بزاف فكنمشيو معاهم هكا بشويه بشويه غير كنقطرو لديك نيسلي من الفوق ديروا اللوز اللي انايا زوقتهم باللوز بحال هذاك اللي نيت باش عمرتهم غير هذا مهرمش ورقيق وصافي فوالا آه بحال اللي كتشوفوا وكنكملوا آه آه المسيمنات ديالنا فهنا كنوريكم انهم يعني سونسيبل دغيا دغيا يقدروا ي يتفرتو معكم لحقاش رطبين بزاف وكروسيون بزاف كيجيو بحال ملفايه البنات كيدوبوا كي في اليدين كيدوبوا في الفم قبل قبل المضغه صافي كنكملوا بحال هكا اللويزات ديالنا فوق الرغيفات ومدهونين بالنسلي مذاق مغاير تماما على داكشي اللي مولفين كناكلو راكم عارفين في رمضان راه كلشي فيه العسل دونك ايفيتيو شي شويه تفرغايف وكيف قلت لكم هاد الرغيفات باللوز حلوين كيجيو رائعين البنات والله العظيم غادي تجربوهم ما غاديش تسخاو بهم هنا كيف كتشوفوا أه كنوريكم هنا البلاطو اللي صايبت ديال المسمنات والله العظيم هنا الـ يعني الاضاءه ما عطيهمش حقهم في, في البلاطو راه رائعين احسن من هكا في المنظر صافي انا كان هادوك ديال الفرماج درت ليهم واحد شويه ديال العسل وزوقتهم بالفخماش غابي وحبة البركة من فوق حبة البركة مع الفخوماج مع شي شوية ديال العسل باش يقبط لينا داك الفخوماج غابي واحد المذاق رائع البنات راكم عارفين المشارقة عندهم هذا هاد المبدا حبه البركه مع العسل والجبن في كاع في لي ديالهم كيجيو رائعين كيجيو فنين ما تسخاوش بهم صافي البنات كيف كتشوفوا كملنا البلاطو ديالنا ساشون كو هادي راه غير نصف الكميه ديال العجينه اللي, اللي درت يعني الاخرين راه خليتهم خضرين وحطيتهم في الفريغو انا فقط طيبت هادو باش نتقاسموهم معكم وصافي أه وبالنسبه للمليويات الاخرين اللي طيبت فتا هما كنحطوهم كنقدموهم مع العسل ولا مع املو كل واحد باش كيفضلهم أه طريقه سهله سهله بزاف و ومعتمده ناجحه ديال تحمرت الوجه فانتوما كيف كتشوفو المليويات تجيوا فنين صغيورين مورقين كيحمقوا وهشاشين رطبين وفي نفس الوقت يعني مورقين أه هنايا المليويات اللي طابوا في الفران تا بنفس اللذه ونفس الطريقه أه ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الاخبار لحقاش يستاهلوا يستاهلوا انكم تجربوهم كيف كتعرفوا انا كنغبر بزاف ولكن مني كنجي عندكم راه كنجيب لكم شي حاجه زوينه اللي أه تستاهلو فوالا البنات هادشي اللي كاين عواشر مبروكه وبالصحه والراحه البنات اللي غادي يجربوا الوصفه ولايكيو وبارطاجيو لا فيديو باش نبقى نشارك معكم اكثر